صباح الخير. هي أزمة فعلية، ولكن ليست تخص قطاع السياحة، ولكنها تخص موجة ارتفاع درجات الحرارة التي استمرت وما زالت مستمرة، استمرت منذ 20 يوما. هناك عادل وفاطمة بعض الحجوزات من 20 إلى 15% تم إلغائها في البحر الميت، تم إلغائها في مدينة العقبة. البحر الميت ومدينة العقبة يعني هما شريان الحياة للسياحة في الأردن. تم إلغاء هذه الحجوزات لأن هاي المناطق عادل أصلاً هي درجات حرارتها مرتفعة. نحن نعرف أن البحر الميت هو أخفض بقعة في العالم عن سطح البحر، وبذلك درجات الحرارة لا يمكن تحملها. الكثير يذهب لهذه المناطق للاستجمام طبعاً، يعني للاستشفاء للبشرة، للتنفس. بذلك حالة درجات الحرارة دون الاستمتاع في مدينة العقبة والبتراء. طيب. وبعض المناطق المثلث الذهبي كالبتراء ووادي رم، هذه مناطق درجات الحرارة فيها مشهودة، وخاصة الآن في هذه الموجة المستمرة وما زالت مستمرة، قد تعود الحجوزات لبداية شهر أيلول إن شاء الله. طيب، هذا راح يأثر على مهرجان جرش ولا لا؟ درجات الحرارة وغيرها أيضا. مهرجان جرش يا عادل هو في منطقة شمالية، هي منطقة جرش السياحية التاريخية، هي منطقة يعني درجات الحرارة فيها لا ليست كدرجات الحرارة في المناطق البحر الميت والمناطق الجنوبية. وبذلك الحفلات تكون مساء، ربما تبدأ بعد السابعة، تكون درجات الحرارة ربما منخفضة، وربما من يذهب للاستمتاع يتناسى درجات الحرارة، خاصة في ظل حضور مطربين أردنيين وعرب استثنائيين. حفلة الفنان خالد عبد الرحمن يعني أشبعت رغبات المستمع الأردني والعربي بحضوره لأول مرة. ننتظر حضور الفنان هاني شاكر وعدد من الفنانين الأردنيين. عادل وفاطمة ليست فقط هي الأغاني، هو مهرجان ثقافي، يعني هناك شعراء، هناك مسارح، هناك تقديم فلكلور للعديد من الحضارات، وربما الشركسية والأردنية والعربية برمتها. يعرض المواطن الجرشي من مدينة جرش منتجاته وما يقدم من هذه الأرض من منتجات، ربما تؤكل، ربما تراث. وبذلك هو مهرجان ثقافي، هو مهرجان سياحي تاريخي وفني، وربما هو مستمر، أضاء شعلته 37. طيب. وبذلك له عمر طويل في المهرجانات الفنية، ويعني الجميع يستمتع بهذه الأجواء خاصة وأنها ليلية. حلو، نتمنى لكم المزيد من الاستمتاع. شكرا جزيلا لك من الأردن سهى جميل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.